بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالسؤال سئلت سؤال شكله سؤال كالآتي. كان أنا مرة سألت سؤال إنه أي حاجة في الدنيا بتدار يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الإنسان مثلا قتل الإنسان فكيف الله سبحانه الحاجة دي بتتم بإرادة ربنا؟ يعني أنا قلت أي حاجة، سألت سؤال إنه أي زول أي حاجة بتتم في الدنيا بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، فمثلا الزول لو قتل له زول الحاجة دي بتتم بإذن الله سبحانه وتعالى، فكيف ربنا بحاسبه على حاجة هي أصلا هو بريضة يعني؟ وشكرا. طيب أيوة، السؤال ده في مسألة القدر، في مسألة القدر، وإنه الإنسان والسؤال بيكون هو هل هو الإنسان مسير أو مخير؟ ده السؤال كده. فإنه الإنسان ربنا سبحانه وتعالى المشيئة حقته، فكيف الإنسان يحاسب على مشيئة ما حقته؟ وطبعا هذه المقدمة غير صحيحة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى المشيئة حقته، لكن خلق للإنسان شنو؟ مشيئة. ربنا قال لمن شاء منكم أن يتقدم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالإنسان عنده مشيئة. الشيخ ابن عثيمين واحد قدم له سؤال، قال له الإنسان مسير أو مخير وكذا، سؤال في هذا الموضوع. فقام قال له أنت لما كتبت الورقة دي كنت مسير ولا مخير؟ قال أفعال الإنسان تنشأ عن أمرين، الأمر الأول الإرادة، والأمر الثاني القدرة على الفعل. عرفتها؟ يعني إنسان داير يشرب موية مثلا، الموية موجودة، داير يشرب موية لكن ما بيقدر يشرب موية، هل حيحصل الفعل اللي هو النتيجة؟ ما حيحصل. مش هو الموية موجودة وهو داير لكن ما قادر، ما بيشرب. إنسان قادر يشرب لكن ما داير يشرب، هل هو حيشرب؟ ما حيشرب. فهذا الأمر مشيئة الإنسان وأفعاله نتيجة لأمرين خلقهم الله سبحانه وتعالى في العبد، الأمر الأول القدرة والأمر الثاني الإرادة. والكلام ده معروف يا أخواننا في شنو؟ معروف في أكل الناس. يعني زول الناس زول تلقاه جعان، زول تلقاه جعان وبيفطر مع مجموعة مثلا يوميا، يجي عليه يوم يقول لهم يا أخواننا رح نمشي ناكل، نمشي نفطر جعانين، يقول لهم يا زول ما دارين ناكل، هم قادرين لكن ما دارين. طيب هو يقوم يصر ويمشي يأكل، يصر ويمشي يأكل. الآن الإنسان ده في أمر من أمور الدنيا ما بيجي يجيب لك المسألة بتاعت مسير أو مخير، لكن لما يجي في أمر الدين بيجي يجيب لك مسير أو مخير. ولذلك لا يجوز، العلماء قالوا لا يجوز الاستدلال بالقدر في المعاصي، في المعاصي ما بيجوز شنو؟ ما بيجوز تستدل بالقدر. يعني واحد يمشي يقتل له حفلة كاملة 4 ساعات، ده شنو يا ود الحلال؟ يقول لك والله حرام لكن قدر الله وما شاء فعل، ده مجرم. فهمت؟ أو واحد يمشي يزني يقول لك قدر الله، زي ما جاء واحد لعمر وعمر دار يقطع يده وهو سارق، قال له إنما سرقنا بقدر الله، قال ونحن نقطعها بقدر الله. فهمت؟ فعشان كده يا أخواننا الإنسان المسألة دي ما تلخبط له عقله، ما تلخبط له عقله، لكن الإنسان يحتج بالقدر في شنو؟ في المصائب، في المصائب. مثلا زول انقلبت به ركشة حصلت له عاهة وغيرها وغيرها، أو مثلا ما قدر يواصل السنة الدراسية، يقول لك يا فلان يا أخ ما كنا دفعة سوا ما لك تأخرته، والله تقول له قدر الله السنة الفاتت حصل لي حادث وتأخرته قدر الله. لكن الإنسان ما يستدير بالقدر في شنو؟ في المعاصي. أما الصوفية ده برضو مناقضين فوق. في كتاب النصرة العلمية لعبد المحمود نور الدائم، ده شيخ الإزيري، فهمت؟ قال ورأى تلميذ شيخا يزني بامرأة، قال ولم يتغير من خدمته، فقال له الشيخ يوما من الأيام يا بني قد علمت أنك رأيتني حين فسقت بتلك المرأة وكنت أنتظر نفارك عني. أنا قال له عارفك أنت شفتني وكنت أنا كنت قاعد أزني وكنت أنتظر منك أنك تنفر منه مني، أنا ما لك ما نفرته. طبعا دي التربية الصوفية داري أصيلة لك. قال له منذ أن صحبتك ما صحبتك على أنك معصوم. شوف الكلام ده،
هل الشيخ معصوم يا أخواننا؟ ما دي كلمة حق. هل الشيخ معصوم؟ الشيخ ما معصوم. لكن طيب وقت الشيخ ما معصوم انت ما تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فهمت؟ وصح ما معصوم، عشان كده ربنا نزل شعيرة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، نزل الحدود. الموضوع كده برضو الناس يزنوا. قام عبد المحمود نور الدائم داري أصل للزندقة دي، قال والفرق بين معصية الولي ومعصية غير الولي أن الولي ينظر في اللوح المحفوظ كشفا وإلهاما، فينظر أنه يوم كذا وكذا يفعل كذا وكذا، فيأتي إلى المعصية فيواقعها لأنه يريد أن يطابق مجاري أقدار الله. عرفت معناه شنو؟ يعني يقول لك أنا مشيت أزني، اركب من هنا وانا دقيقة اصبر يا عليك الله في حاجة كاتبنا في اللوحة المحفوظ مداخرنا، دور راح امشي هناك امشي ازني مالك، والله ما مكتوبة يا اخي احنا دارين نتطابق مع اللوحة المحفوظ. شوف الكلام ده كيف. واذا كان كده انا داير بنت الشيخ ذاته ازني بيها، ليه؟ لانه برضو في اللوحة المحفوظ. واذا كان انت بتتاوق في اللوحة المحفوظ اسمه محفوظ كيف ذاته؟ ربنا قال في لوح محفوظ، وربنا قال لا يمسه الا شنو؟ الا المطهرون. المطهرون المقصود بهم الملائكة يا ود الحلال، أو على معنى ثاني في التفسير إنه ده القرآن، لكن في معنى ثاني إنه هو ال- 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 المكتوب فوقه الذكر. فده يا أخواننا كله من الباطل، والناس ما تنظر إلى هذه المناهج الباطلة والمخرفة. الناس عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نتواصل في بقية المنابر، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.